سؤال: ما هو السن الذي يجب على الأطفال الصيام فيه؟ السؤال من www.coptic church organization، الأخ من مشاهد السلسلة. السن اللي يجب على الأطفال الصيام فيه هو السن الذي يحتملون فيه الصيام ويعرفون قيمته، وحتى هذا الصيام يكون بدرجة تناسبهم، يعني سواء من جهة الميعاد أو الوقت أو نوع الأكل، من درجة تناسبهم.